لاعبين ديال الانديه. ثاني حاجه باغي نقول لك فريق الوداد البيضاوي فيما يخص المقابله اظن تقنيا كانت مقابله متوسطه. كنا في الشوط الاول كنا خلقنا مشاكل كثيره لفريق الوداد البيضاوي سجلنا اظن تقنيا كانت مقابله متوسطه ما كانتش مقابله يعني اللي اظن حتى الهدف اللي تسجل علينا سورتو كان عندنا التحماني وسط ميدان كان خرج اي تي بليسي سور اون سور اون سور ان تير دو لوا اظن بعثر الاوراق ديالنا. الشوط الثاني حاولنا نغير السيستم الطريقه ديال اللعب كنلعبوا 3-4-3 ونقص العدد ولينا نلعبوا 4-4-1 اظن حاولنا ما فيش اشياء كثيره يعني نقدر نتكلم عليها فيما يخص كانت بعض الاشياء فيما يخص التحكيم يبقى اللجنه في لجنه مختصه بالتحكيم هي اللي تقدر تختار الراي ديالها في هذه المساله فيما كل ما هو تقني نقدر نتكلم عليه فيما يخص التحكيم كما قلت فيه لجنه في لجنه اظن هي اللي كت والناس اللي شافوا المقابله اظن انا بعض المرات الحكم كان خصو كومون دير لا بحال بعض المرات خرج اللعابه ديالنا من المقابله ولكن فوالا بوغ لو كا ديال السي فوزي جمال انا كنت قدامه ما قال والو الحكم باسكو يافي ان كود لاعب الوداد جو بونس اللي شفنا حنا عطى ان كود للبريجا مشينا حنا كنقولو غير طافي وانا كنت قدامه والله شاهد يعني ما تلفظ والو بكلمه قبيحه دونك وانا قلت له قلت له جاش سي با موا فوالا ابخي سي لارفيت سي كوم سا سي الفوت. حنا اول حاجه كل عارف غادي نبقاو نعاودو نفس الكلمات ونفس الجمل كل عارف ظروف المولود ديال الوجديه انك تلعب لاعبين شباب نحن نحاولو كنشتغلو كنطورو كثير يعني لو كنتقارن في بدايه الموسم لحد الان في تطور كثير خرجنا اظن باثنين نتائج ايجابيه جوج تعادلات فزنا على اكادير جينا اليوم في اليوم نلعبو باش نحققو نتيجه ايجابيه. انا متفق معك حتى الطرد ديال سربوت كان عنده تاثير لان عارفين المشكل ديال المولود الجديد في التركيبه البشريه كنحاولوا بعض المرات نلقاو حلول قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم وما تنساوش ديروا جيم الموقع احاطه على شبكات التواصل الاجتماعي.